سؤالي اللي جاي ليك يخص بصراحه مستوى محمد النني. انت من الناس اللي شايفه ان محمد النني ظلم في طريقه اللعب، ولا محمد النني هو اللي ما قدمش مستوى كبير؟ يعني احنا ممكن ناخد الاثنين. يمكن هو طبعا في الارسنال لما بيلعب رقم 6 يمكن من احسن الفترات اللي هو قضاها في بدايه الموسم اللي فات. صح. يمكن هو الطريقه ظلم بيها في بدايه في ماتش نيجيريا. وزي ما بقول لك، انت مهم جدا انك تبقى عارف امكانيات لعبتك. فالمكان اللي انت بتلعب فيه الاثنين دول، انت محتاج ان هما زي ما بقول لك يكون يملك السرعات، يملك ان هو يقدر يهاجم ويدافع. فانت حطيته في مكان هو مش بتاعه، هو من نوعيه اللعيبه اللي هو بيقدر يبني الهجمه من تحت وبيحل لك مواقف كتيره. فاعتقد ان هو ده احد يعني السببين ممكن يكونوا مكملين لبعض. طيب، برضو من اللاعبين اللي عليهم سبوت انتقادات وشايفين ان هو ممكن يتغير في مباراه كوت ديفوار، وشايفين ان انت ممكن تدفع بلاعب اخر، عمر مرموش، انت رايك ايه؟ لا، انا رايي ان هو يكمل. يعني احنا لو بص يعني يمكن احنا كنا مرتبينهم عمر مرموش، تريزيجيه، وبعد كده نقولنا رمضان صبحي. يمكن انا بقول لو رمضان صبحي كان الفتره اللي فاتت شفناه وظهر مع المنتخب الفتره الاخيره دي، يمكن هو اخر مباراه لعبها كانت مباراه ليبيا تقريبا، وما كانش موجود في بطوله، فصنفناهم كده. خلينا نقول ان هو الاجهز دلوقتي عمر، لعب 3 مباريات، لكن طبعا المردود بتاعه مش هو اللي احنا كنا متوقعينه منه، لكن انا شايف ان هو اللي يكمل. يعني هو اللي يكمل. صلاح؟ لا، صلاح هيكمل. صلاح رايك في المستوى اللي قدمه؟ والله بص، انا هقول لك على حاجه كريم، يعني انت معاك احسن ثالث لاعب في العالم، او زي ما بنقول كده، واحسن لاعب هاف رايت في العالم دي من وجهه نظري. برضو انا بقول لك في ضغوط على محمد صلاح، في ضغوط، لكن محمد صلاح تخطى موضوع الضغوط ده. يمكن احيانا برضو مجموعه اللعيبه ممكن يكون في مع اللعيبه مش في حالتها. الراجل في اول مباراه بيلعب راس حربه، ده طبعا مؤثر عليه. نجوميه محمد صلاح خلت برضو عيون المديرين الفنيين كلهم عليه. يعني زي ما بقول لك، خلي بالك من الصعب جدا انك يجي وقت عليك انك تكون بتلعب واحد على واحد او اتنين على اتنين، موقف صغير بتقدر تتخطاه. دلوقتي بقى يتحط عنصر واتنين وتلاته في المكان ده. خلي بالك احنا ماتشين ليبيا اللي ظهرنا بيهم بشكل كويس قوي ان كانت العين على محمد صلاح، وكان مرموش حالته كويسه قوي فكان بيستغل الجنب ده. احنا كل الاجوان اللي جبناها في مباريات ليبيا في وجود من عمر مرموش ومحمد صلاح ورمضان صبحي ان هي كلها من ناحيه الشمال، سواء مصنوعه او احرزناها. صح. في افريقيا موضوع مختلف. يمكن الحاجات البسيطه جدا اللي محمد صلاح اتذكرها له مثلا في الماتش اللي فات، لما جه واحد على واحد الكره اللي هي في غينيا، في ماتش غينيا اللي جت في العارضه، لما دخل لجوه وشاط في اي فرصه هتتوح لي. فهي طبعا في ضغوط عليه كمان، سواء من الاعلام علينا او مصريا، وده تخطاها كمان. انما هي الفكره بقى الماتش اللي فات كمان شفت حاله العنف اللي كانت بتحصل معاه، يمكن كذا فاول بطريقه مش كويسه.